نرحب بكم طلابنا الأعزاء وتكملة الفصل السابع، وصلنا إلى مسائل وأمثلة الترانزستور وأيضًا الدوائر المتكاملة. إحنا بالدرس السابق أخذنا ملاحظات مات المسائل، اليوم راح نأخذ مسائل ونحل هاي المسائل. طلاب، بهذا السؤال قال لي في ترانزستور كمضخم ضخم ذو القاعدة المشتركة. إذًا أول فقرة خليها ببالي. انه اثناء الحل مالتي ما راح استخدم تيار القاعده يعني شو يسوي يهمل من هو اللي يهمل الاي بي تيار القاعده يهمل زين يعني سال اذا اعطاني اياه اذا اعطاني اياه بمقارب اخرى خلينا نشوف هذا السؤال من طينيا في القاعده المؤر... المؤرضة اذا كان تيار الباعث باعث سوى اعطاني تيار باعث خوش خلينا نمسح بس هذه اللي صارت عرضيه نجي اعطاني تيار باعث ايش قد قال تيار الباعث تيار الباعث الطانيه قلت 3 ملي امبير يعني تيار الباعث الاي بي يساوي 3 في 10 اس سالب 3 امبير لازم نحول تمام وتيار الجامع يعني الاي سي ايش قد الاي سي الاي سي معناها عفوا طانيها 2.94 ملي امبير يعني ايضا راح اضرب في 10 اس سالب 3 امبير ومقاومة الدخول يعني الـ RN الـ RN ايش قد تعطيني اياها؟ قال لي 500 أوم 500 أوم ومقاومة الخروج اللي هي الـ Rout قال لي 400 كيلو 400 كيلو يعني شنو قصده؟ يعني قصده 400 ألف 400 كيلو معناها 400 ألف يعني 4 في 10 أس موجب 5 أوم المطلوب من عندي قال لي عندك شغلتين أولا أريد ربح التيار يعني الألفا ثانيا أريد من عندك ربح الفولتية يعني الأي في أريد من عندك ربح الفولتية خوش هسه احنا هذا السؤال من خلال هاي المعطيات اكو شغلة استاذ حيدر التقليث انه الاي بي يهمل لعشو هنا الاي بي طانياها زين احنا في تيار او في الترانزستور ذو القاعده المشتركه شو احتاج احتاج تيار الجامع أحتاج تيار الباعث هنا اذا تنتبه لحلقة تيار الجامع موجود لكن تيار الباعث ما هو منطيني تيار القاعده اذا راح اطبق القانون المشترك اللي هو اي اي يساوي اي زائدا اي بي تيار الباعث هو تيار الجامع زائد تيار ال قاعده عوض هنا حنطلع تيار اذا تيار الباعث وظيفته بس عفوا تيار القاعده وظيفته بس اطلع من عنده تيار الباعث فاذا هذا هذه شقد منطيني اياها؟ قايل 2.94 في 10 بالسالب 3 تيار الباعث قال لي 3 في 10 بالسالب 3 اذا تجمعهم راح يصير عندك الناتج 5.94 في 10 والسالب 3 امبير طلع عندنا هذا التيار اللي راح نشتغل عليه هسه راح نجي للربح مالتنا الربح مالتنا شو يقول يقول انا اللي عندك ربح التيار ربح التيار شو يساوي دائما الجامع فوق على المو مشترك المشترك هنا شنو عندي القاعده على تيار المو مشترك من هو المو مشترك تيار الباعث على تيار الباعث زين خلينا نعدلها هي بعد خربت تمام هسة عوض وقسم وطلع الناتج مالتك التعويض مالتنا شراح يصير راح يصير عندك تيار ال IC ال IC اللي طاني ياها اللي هي بوينت 94 في 10 والسالب 3 على 5 في أربعة وتسعين في عشرة مبدئيا ثلاثة مبدئيا العشرة والسالب ثلاثة تاكل العشرة أساليب ثلاثة البوينت وهي لأن مرتبتين عندي نقسم فالناتج ما القسمة راح يكون عندي هنا إذا تقسمها بالحاسبة راح تلقاه يساوي صفر ثمانية بالمية ويكون خالي من الوحدات هذا هو الناتج النهائي هذا الرقم تحفظه انا بخليك الجواب هنا يمك على الصبوره اذا تشوفه بس هذا الرقم تقريبا في اغلب الاحيان بهذا النوع من المسائل اللي هو بالقاعده المشتركه ربح التيار يطلع 98% واحنا بالمقارنه ايش قلنا قلنا اقل من واحد جيد نجي نسال على ربح الفولتيه حتى اطلع ربح الفولتيه حتى اطلع ربح الفولتيه فربح الفولتيه احتاج الفولتيه الداخله والفولتيه الخارجه بما انه الفولتيات اثنا ما موجودات فايش راح اسوي بالمطلب الثاني بدايته راح اطلع الفولتيات حسب قانون اوم الفولتيه تساوي التيار في المقاومه التيار شنو في المقاومه التيار في المقاومه زين بما انه انا اريد الفولتيات اثنيناتهم اريد الفولتيه الداخله الفولتيه الداخله راح اخذ التيار الداخلي اللي هو يا تيار تيار الباعث في المقاومه الداخله واريد ان الفولتيه الخارجه اللي هي الفي اوت اللي هي ايش راح تساوي؟ التيار الخارجي اللي هو التيار الجامع في الـ R out واجي اعوض واطلع الـ V in والـ V out واطبقهم قانون الـ في وانتهى السؤال. و I I اي -E ايش قد طلعناها احنا؟ 5.94 في 5.94 في 10 سالب 3 في <applause> عفوا الار ان شقد قال قال خمسمية تمام وهنا عندنا تيار الجامع اللي هو اثنين اربعة وتسعين في عشرة والسالب شقد سالب ثلاثة هنا القانون جمع عفوا هنا إحنا جمع إحنانا جمع. إحنانا جمع هاي جمع زين في عشرة والسالب ثلاثة في قد المقاومة؟ المقاومة أربعة في عشرة أس خمسة. خلينا نطلع النواتج. باوع طلابنا الأعزاء. تبي هي من شوية ركز شو راح أسوي بالرياضيات. هنا عندي مرتبتين بعد الفارزة، أحذف هذه ويا الصفرين شو بقى عندي؟ بقى عندي خمسة مضروب بهذا الرقم بدون فوارز. يعني خمسة في أربعة قد عشرين. خليها ببالك خمسة في أربعة شقد عشرين خمسة في تسعة خمسة واربعين واثنين سبعة واربعين أربعة هنا عندي خمسة في خمسة خمسة وعشرين واربعة تسعة وعشرين خلنا نعيدها بالله خمسة في أربعة عشرين صفر اثنين باليد 5 في 9 45 و2 47 7 4 باليد، 5 في 5 25 و4 29 مضبوط، في 10 سالب 3 فولت، إذا هاي طلعنا الفولتيه الداخلة، نجي الفولتيه الخارجة نفس العملية باوع، هذني مرتبتين بعد الفارزة شباب شوف مرتبتين مرتبتين بعد الفارزة معناها 10 سالب 2 و10 سالب 3 سالب 5 وموجب 5 خمسة. اذا هذه راح تاكل هاي وتاكل وياها المراتب راح يبقى عندنا فقط ضرب عادي رقم نضربه في رقم عادي فش راح يصير عندنا الناتج الناتج راح يكون 4 في 4 16 6 1 باليد 4 في 9 36 و1 37 ف4 في 2 8 و1 11 و3 عفوا 11 11 فولت اذا هذه الفي اوت هسه راح اجي اطلع ربح الفولتيه ربح الفولتيه اللي هو شنو رمزه رمزه اي في الاي في دائما هي الفي اوت أيش يربح هو الاوت على الان على الفي ان زين عوضها تعويض عادي النواتج موجوده قدامك فش راح يساوي عندنا الفي اوت ايش قد واحد واحد سبعه سته على اثنين تسعة سبعة صفر في عشرة سالب ثلاثة طبعا هاي عشرة سالب ثلاثة تصعد فوق يصير موجب بثلاثة وتقسم فالنتيجة ايش راح تطلع عندي؟ راح تطلع عندنا 784 النتيجة النهائية اذا تقسمها راح تلقاها 784 انا كاتب لك اياها هنا خلص السؤال فكرة السؤال انه الفي ما موجودة طلعتها وطلعت من عندها الاي في. خلينا نجي للمطلب اللي بعده او السؤال اللي بعده مثال رقم اثنين في الترانزستور كمضخم ذو القاعده المشتركه اذا هنا شنو عندي؟ نهمل تيار القاعده اذا الاي بي شنو نسوي له؟ الاي بي يهمل ما اشتغل بي ما لي علاقه بالاي بي كمل اذا كان ربح القدره منطينياها اياها 768 وتكبير الفولتيه كلمه تكبير هذه نقصد بها ايضا ربح هاي كلمه ايضا شو يقصد بها؟ يقصد بها ربح. يقصد بها ربح. خلينا نكتبها هنا. يقصد بها ربح الفولتيه. 784 تيار الباعث هل قد؟ جد تيار القاعده. حتى اطلع تيار القاعده لا عندي تيار الباعث واحتاج تيار القاعده فهنا عندي لازم اطلع تيار الجامع. تيار الجامع منين نجيبه؟ من قانون ربح التيار. زين ربح التيار ما عندي فانا لازم هسه اطلع ربح التيار بما انه منطيني ربحين اقدر اطلع منه ربح التيار قال لي ربح القدره اللي هو جي احنا متفقين انه قانون الجي جي يساوي الفا في اي في اي في في اي في زين انا اريد الالفا وسطين في طرفين فالالفا راح تساوي جي على اي في هسه نعوض ونطلع النواتج مالتنا الجي قاد الجي هو الطانية هاي قال لي ربح القدرة قلي سبعمية 768 وهاي قال لي ايش قال لي 784 ربح الفولتية هسه الجو اصغر من الفوق فالنتيجة هنا ربح التيار ايش راح يصير عندي؟ 0.98 قبل شوي انا يعني قلت لك عليها قلت لك احفظها هذا الرقم صفر ثمانية وتسعين هذا هو ربح التيار من ربح التيار شو راح نطلع راح نطلع ربح العفو راح نطلع تيار الجامع عندي قانون شو يقول يقول ربح التيار يساوي تيار الجامع على تيار الجامع اي سي على قلنا يهمل خلينا نمسح نعدله امسح فتيار الجامع على التيار الاخر هذا يهمل اذا ايش بقى عندي؟ بقى عندي تيار الباعث تيار الباعث وينه؟ هو انطاني قال لي هذا تيار الباعث فوسطين في طرفين انا اريد الاي سي فراح اقول له الاي سي تساوي الربح في تيار الباعث عوض تعويض عادي الربح ايش قد؟ الربح هو صفر بوينت ثمانية وتسعين في الاي ايش -E قد؟ الاي اي طاني -E قال ثلاثة في عشرة وسالب ثلاثة ثلاثة في عشرة وسالب ثلاثة في عشرة والسالب ثلاثة ضرب عادي واخر ذني المراتب اثنين حتى ما تدوخ روحك بهن او ليش خليه لانه راح احتاج من عنده خليه مثل ما هو بس اضرب ضرب عادي خليها 10 سالب 3 لان هنا موجود عندي 10 سالب 3 بس راح افهمك ليش 3 في 8 3 في 8 شباب 24 4 2 باليد 3 في 9 27 و2 29 كم مرتبة بعد دول فارزة وحدة في 10 السالب 3 امبير طلعنا الاي سي انا ما اريد لا الاي سي ولا اريد هذا انا شريد قال عندك تيار القاعده يعني الاي بي خوش احنا مو عندنا علاقه تقول تيار الباعث يساوي تيار الجامع زائد تيار القاعده مو تمام هذا مجموعيا مجهول حول الطرف الثاني يصير سالب اذا الاي بي راح تساوي اي اي ناقصا اي اي سي ناقصا اي سي ها خليها سي زين هسه عوض طلع لي ناتج وقفل السؤال الاي ايش -E قد اعطاني تيار الباعث قال لي هو 3 في 10 السالب 3 ناقص احنا ايش قد طلعناها 2.94 في 10 السالب 3 اول فقره اسويها انزل 1 من ال 10 السالب 3 كعامل مشترك ونزل لوحده امبير واطرح شلون راح اطرح أستاذ هذا تجي تقول ثلاثة ناقص اثنين بوينت اربعة وتسعين شو تسوي تساوي المراتب هاي راح يصير عندنا اثنين وهاي راح يصير تسعة وهاي راح يصير عندك عشرة عشرة ناقص اربعة راح يصير عندك ستة تسعة ناقص صفر صفر وهاي صفر فالنتيجة صفر بوينت صفر ستة بالمية مو صح نعم صفر بوينت صفر ستة بالمية امبير هذا الناتج النهائي سؤال فكرته حلوه وسهله ما بيه اي مشكله. السؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم تسعه مسائل الكتاب قال لي في دائره الترانزستور ذو الباعث المشترك اذا كان تيار الباعث يعني هنا منطيني الاي خلينا نثبتها هذا هنا منطيني اي اي -E. -E. هاي الـ I -E. تمام وتيار القاعده يعني هاي الاي بي هسه اي واي بي موجودات ومقاومه الدخول يعني هاي الار ان ومقاومه الخروج يعني الار اوت تمام جد ربح التيار ربح الفولتيه ربح القدره اول شيء ايش قال لي قال لي ذو الباعث المشترك يعني الاي اي ايش يهمل هالمره الاي يهمل حلو هو ايش منطيني منطيني تيار الباعث ومن طين تيار القاعدة احتاج تيار الجامع حتى اقدر طلع التيار مالتي فش راح اقول له طبعا خلي ببالك هنا التيار من بوحدة المايكرو وهنا من بوحدة الملي لازم تكون دقيق بالوحدات فاحنا شرح راح نقول راح نقول تيار يا تيار انا اريد تيار الجامع فتيار الجامع هو تيار الباعث ناقص تيار القاعدة خلي تعويض عادي ويا التعويض بنفس الوقت راح احول نجي الى تيار الباعث وين تيار الباعث ايش قد قال لي 4 بال10 ملي امبير يعني او بوينت 4 في 10 اس سالب 3 ناقص ايش قد هذه قال لي 40 في 10 اس سالب 40 في 10 اس سالب 6 هذه الارقام ما اقدر اتعامل وياهن ليش لانه اكو خلل بيهن فش راح اسوي باعو شباب باع العملية راح أسويها شنو؟ إذا وخرت البوينت منها راح يصير عندي؟ إذا وخرت البوينت منها هنا راح يصير عندي أربعة في عشرة والسالب أربعة لأنه البوينت سالب واحد وسالب ثلاثة سالب أربعة ناقص إذا وخرت الصفر من هنا راح يصير عندي أربعة في عشرة وسالب خمسة ليش استاد؟ لأنه صفر عشرة أس موجب واحد وسالب ستة يطلع عندي سالب خمسة بعدها ما مساويات شو أسوي مرتبة منها او اخلي لي هنا مرتبه بكيفك اثنين صحيحات بس انا اقول ابوك مرتبه منا يعني ايش يصير عندك؟ أربعة في عشرة والسالب أربعة ناقص هنا ايش راح نسويها؟ او بوينت أربعة في عشرة والسالب أربعة هسا هذا المرتبه ويا سالب أربعة ايش يسالب سالب خمسة نفس الشيء فهسه ايش راح اطلع؟ عامل مشترك اللي هو عشرة والسالب أربعة تبقى عندي أربعة ناقص أربعة بالعشرة يعني اربعة بوينت يعني هس عندك ثلاثة ثلاثة ناقص عشرة فهنا ستة هس عندنا ثلاثة بوينت ستة ثلاثة بوينت ستة في عشرة سالب اربعة امبير احنا هسة طلعنا الآي سي هو إيش قال, قال أريد ما عندك ربح التيار رايد اول مطلب مني شنو ربح التيار ربح التيار يا عزيزي اللي هي الالفا هذا المطلب الاول ربح التيار راح يساوي يا تيار بما انه قال لي باعث مشترك اذا تيار الجامع على تيار القاعده تيار الجامع على تيار القاعده خلينا نعوضهم بالله ويساوي ايش قد تيار الجامع؟ تيار الجامع اللي طلعته اني اللي هو 3.6 في 10 والسالب 3 او سالب 4 احنا طلعناه مو صح؟ سالب 4 هاي قدامنا موجودة هنا. سالب أربعة. على تيار القاعدة، شقد تيار القاعدة؟ قال لي 40 هاي اللي عوضناها هنا وينها؟ 40 في 10 والسالب 6، 40 وصلنا لها آخر شيء شقد راح أخليها حتى تصير نفس الرقم. ال 40 في 10 سالب 6، سويناها 4 في 10 سالب 5، وسويناها آخر شيء 4 بال 10 في 10 سالب 4. فراح أعوضها نفسها 4 بال 10 في 10 والسالب 4. تمام؟ زين. فهسه هسه راح عندنا؟ راح يصير عندنا يا عزيزي انه هاي أربعة مو صح أربعة هنا اكو خلل بالناتج يعني. ف سالب أربعة تاكل 10 سالب أربعة، البوينت ياكل البوينت. ف3.6 ستة أو 36 ستة على أربعة يا رقم أضربة في أربعة يعطيني 36 تسعة، إذا ربح التيار هنا شو يساوي؟ تسعة. يساوي تسعه يساوي خلل بالناتج، هذا الناتج مو صحيح. لان هذا ربح التيار والربح اصلا ما بي امبيريه ما بي فولت ما بي امبير هاي مطلع الناتج مال هاي زين هذا المطلب الاول المطلب الثاني قال اريد من عندك ربح الفولتيه الفولتيه ما هي فطلع الفولتيه وآخر شيء من عندي ربح القدره شلون اطلع ربح الفولتيه استاذ مثل ما سويناها احنا سابقا بالمطلب الثاني ال ان هي التيار اللي هو يا تيار الاي الداخل يا هو هنا قال لي باعث مشترك يعني الداخل هو تيار القاعده تمام في الار ان والفي اوت جايني من الاي مات المتسعه الداخل في الار اوت عوض تعويض عادي وطلع لي ناتج فالاي بي وينها الاي بي الاي بي هي أربعة بالعشرة آخر شيء إحنا أخذناها نشتغل عليها في عشرة والسالب أربعة في مقامة الدخول إيش جد قلي قلي مية تمام صفر هاي تروح هذه تروح وياها تبقى عندي ثلاثة في صار عندي أربعة في عشرة والسالب ثلاثة فولت نجي للثانية الآي سي قد طلعناها الآي سي طلعناها ستة أو 3.6 في عشرة والسالب 4 في الار اوت وين هالار اوت ايش قال لي 50 كيلو يعني 50 او 5 في 10 اس 4 لانه الكيلو هي موجب 3 وصفر وخرته هسه عندي موجب 4 موجب 4 وسالب 4 راح تاكل الثانيه نضرب ضرب عادي فش راح يسوي عندنا 5 في 36 تروح ويا البوينت ف5 في 3 15 و3 18 فالنتيجه 18 فولت يعني 180 فولت والبوينت ياخذ للصفر هسه راح اطلع ربح منه ربح الفولتيه ربح الفولتيه اللي هو الاي في يساوي يساوي الفي اوت على الفي ان عوض لي اياها الفي اوت ايش قد الفي اوت احنا طلعناها اللي هي 18 على 4 في 10 والسالب 3 تمام هذه اذا تخليها راح تشوفها تطلع لك النتيجه 4500 قسمها بالحاسب واشوفها 4500 يعني هاي العشرة سالب ثلاثه صعدها فوق شو تصير موجب ثلاثه فيصير عندك 18000 على اربعه 18000 على اربعه قسمها راح تطلع لك 4500 اخيرا طلب من عندي من هو ربح القدره بما انه الربحين موجودات عندي بس اضربهن فاجي اقول له ربح القدره هو ربح التيار في ربح الفولتية أسهل عملية هي هذه ما دام الربحين موجودات أطلعهم مباشرة فربح التيار شقد طلع عندنا ربح التيار تسعة وهذا شقد أربعة آلاف وخمسمية فالنتيجة شقد راح تصير عندي خل ننزل الصفرين مع عملية الضرب تسعة في خمسة خمسة وأربعين خمسة أربعة باليد تسعة في أربعة ستة و وأربعة أربعين فإذا النتيجة 40 500 يعني أربعين ألف 500 وهذا الناتج صحيح اذا هذا السؤال التاسع والاخير انتهى الدرس مالتنا وخلص ويانا يعني الفصل بقت عندنا ان شاء الله فقط حل اسئله الفصل المسائل اللي احنا كلنا حليناها نجي فقط الى حل اسئله الفصل ان شاء الله نلتقيكم بالدرس القادم ونكمل وياكم نختم الفصل السابع حتى نعبر الفصل الثامن في امان الله فضلا منكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه ليصلكم كل جديد ان شاء الله المرجع الالكتروني للمعلوماتيه طريقك نحو المعرفه <applause>